نحن مجموعة من أولياء أمور البنات وسائقي الباصات الخاصة في نقل الطالبات. يقول السؤال: إذا أذن الظهر هل يحق لنا أن نصلي بعد الأذان مباشرة؟ لأن خروج الطالبات يوافق أداء الصلاة مع الجماعة، خوفا على البنات. يقول: لا بأس بذلك، إذا كان هذا له فائدة وله سبب وقد أذن المؤذن ودخل الوقت، فلا بأس أن تصلوا من أجل أن تستعدوا لعملكم. نعم.